ها هو الخريج عمر محمد جبر يقف بين زملائه في طابور العرض، فهو نجل الشهيد اللواء محمد عبد المنعم جبر مأمور مركز شرطة كرداسة الذي اغتالته يد الحقد عند الهجوم على المركز، وسيلقي كلمة الآن فلنستمع إليها. تمام يا فندم، ولازم تحت الاختبار عمر محمد عبد المنعم عباس جبر نجل الشهيد اللواء محمد عبد المنعم عباس جبر مأمور مركز اسم كرداس. أنا ابن الشهيد ومشروع شهيد وفخور إن والدي استشهد. أنا أصريت إصرار شديد إن أدخل كلية الشرطة عشان أكمل مشواره في البطولة اللي هو فخر بالنسبة لي، وأجيب حق الشهداء وأقول للعالم كله إن إحنا مش خايفين. أنا بقدم نفسي من ميدان كلية الشرطة، ميدان العزة والشرف والكرامة، مصنع الأبطال والرجال، من وسط دفعتي دفعة 2017، بنعاهد سيادتك وكل المصريين على الفداء والتضحية من أجل أمن مصر وسلامة أراضيها وأمن شعبها العظيم. تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! نجل الشهيد ممكن أسلم عليه لو سمحت؟